السلام عليكم. عليكم يعطيكم الصحة والعافية طلابنا المحترمون، شلونك؟ يلا حجين، يلا حجين، يلا يمه. اسمي نعيم. يونس. يونس والنعم. عندي قناة من ضمنها قناة حزورات. السؤال اليوم، أي أربع دول من الدول العربية عواصمها تشبه اسمها؟ الكويت واحدة، جزائر اثنين، بعد بحرين. لا سنتك اثنين. عمان. لا لا. قطر. انت ما مبين شيء من وجهك بس السواد. قطر. لا قطر الدوحة. الدوحة. اربع عواصم تشبه اسماء الدول مالتهم. الكويت واحدة، الجزائر اثنين، بحرين اثنين. الحدث؟ يلا مشكور حبيبي، جزاك الله خير. السلام عليكم. يعطيك الصحة والعافية. أنا عندي قناة على اليوتيوب من ضمنها حزورات أسئلة. سؤالي اليوم، أربع عواصم دول على اسم الدولة. أعطيك واحدة منهن، الكويت، عاصمة الكويت. أعطيك الثانية، تونس، عاصمة تونس. بين اثنين. موسيقى لو بدون موسيقى؟ سنتك انا اثنين، كان اثنين. ما اعرف. انت مستحي من الكاميرا لو؟ لا بس ما اعرف يعني. اعطيك الصحة والعافية، بس خلي هذا الحليو. عمو حبايب شلونك؟ ماني باوع باع امه. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك. السلام عليكم. الله يسعدك. شلونك حبيبي؟ اضحك براحتك، اضحك بعد طقة ضحكة. يعني اضحك بدون سبب. انطيني اربعة دول عواصمها على اسم الدول. اعطيك اثنين، الكويت عاصمة الكويت، تونس عاصمة تونس. بقين اثنين. انت غششتني ما اعرف. انت صيدلي ما تعرف عواصم تشبه اسم. عجب صيح. سد حقك اعطي بذبانة. ما كنت مبان حجي. يلا فكر. أربعة عواصم اسمها على اسم الدول نفسها. عليكم السلام. انطيتها كان اثنين، الكويت عاصمة الكويت، تونس عاصمة تونس. بقى اثنين. تعلمي دكتور، تعلمي. تعال. السلام عليكم. يعطيك الصحة العافية دكتور الصيدلي. شلونك؟ أول مرة أصور بصيدلية بقناتي، وشرفوني إن شاء الله على قناة اليوم. ماجد السرحان، كاتب سيناريست خليجي وعربي. أي حبيبي هاك، أنت شرف. أريد تجاوبني على نفس السؤال، أربعة عواصم مال دول اسمها على اسم الدولة. الكويت أعطيتك إياها، الكويت، تونس تونس. بقى اثنين. شرط عربيات. إي أربع دول عربية اسم عواصمها على اسمها. الكويت كويت، تونس تونس. بعد اثنين. انا راح اعطيك اياهم. الجزائر جزائر، وجيبوتي جيبوتي. جيبوتي جيبوتي. يلا حياك الله.